شايف اللي عم بيصير؟ مع انه غزل لسه ما صارت كنتنا، بس مع هيك ساعدتنا لحتى نحل خلافاتنا. وثقي فيني هنا، غزل رح تخلي كل الناس بهالعيلة مبسوطين ان شاء الله. وثقي فيني. ايه ان شاء الله. بكره بتشوف، انا بضمن هالشي. ما عم صدق هالبنت رح تدمر هالعيلة. وبخصوص جولناز، أنا كنت مفكرة إنها واحدة خبيثة، بس هي طلعت أسوأ من الشيء اللي أنا مخططت له بكتير. هي عم تخاطر بابنها مشان خططها، بس كل هالشي عم تصير بسبب هديك البنت المخادعة يلي اسمها غزل. وأنا لقيت طريقة اليوم لأفضح هديك البنت المخادعة قدام العيلة وبدون تردد. بس كيف بدي أعملها؟ أنا رح أثبت لغزل إنه هي مو لبوة، هي سعلبة. بتشوفوا لبوة؟ عجد غزل عندها لبوة؟ وين؟ وين اللبوة؟ بس أنا أبداً ما عم بحكي عن اللبوة يا نور. أنا كان قصدي باللبوة شي تاني. أنا كنت عم بحكي عن الغرور. أوه يا سخيفة. أنت مين قصدك بالسخيفة ستي؟ أنت. إيه أنت صح. قليلي شفتي يا لغزل؟ يعني أكيد هي مع ماما بغرفتها ستي. هدول المخادعات بيكونوا سوا هلأ. ايه مخادعات؟ ايه. هاتي اعطيني تليفونك. ليش بدك تليفوني؟ وانت مع مين بدك تحكي؟ بدي احكي مع جدك. اعطيني. بدك تحكي مع جدي؟ ايه حاكي جدك، رح يحاكيني من السما. أعطيني. ليش فيك تحكي مع حدا بالسما؟ من قبل كان مستحيل، بس هلأ فينا. أعطيني تليفوني. أعطيني إياه. إيه صح. كيف بيشغلوا الكاميرا؟ بدك تحكي مكالمة فيديو مع جدي؟ ايه رح احكي معه فيديو. يلا بسرعة قليلي كيف بتشتغل. ايه بورجيكي. طلعي اول شي هيك، وبعدين اكبسي على هذا الزر. تمام طلعي. اكيد بهالتليفون هاد رح اقدر اكشف حقيقة غزل قدام كل اللي موجودين بهالبيت. هالشي ما هو معقول. انا بأكد لك انه انت مانك انسانة طبيعية بالمرة. فورا بضربة واحدة خليتي هنا ودعاء وحيدر ينصدموا ما يعرف شو يعملوا. ايه بس هي البداية عندي يا عمتي. استني حتى أوصل بخطتي للمرحلة الأخيرة. انتي استني وشوفي شو رح أعمل لك فيهم. أنا رح خلي هي العيلة تنهار على الآخر لدرجة إنه دعاء رح تموت قبل ما تقدر تصلح اللي خربته أنا. وحالياً بس هينا وروهان ضد دعاء باللي بخصني. بس بوعدك بالأخير الكل رح ينقلب ضده بهالبيت. أنا كيف بدي أعيش من دون الكل؟ هالبنت أكبر مخادعة وأنا واثقة إنها عم تخدعهم كله، والكل هون عم يوقع بفخها. غزل بدها تسرق الناس اللي بحبهم مني. أنت لازم تعملي أي شيء يا دعاء. ما فيك تخليها تنجح بهالقصة. حتى عمي راهات رح خليه يقلب ضده. وبالأخير دور حيدر. شو عم تقولي أمي؟ اللي عملته دعاء لهالعيلة ما في كنة بالعالم بتعمله لأي عيلة. هي التزمة بكل مسؤولياتها وما قصرت أبدا. شو نسيتي يا أمي؟ بس لأنك لقيتي بنت تانية نسيتي كل شي عملته دعاء؟ اليوم وقت كان حيدر واقف مع دعاء وعم يدافع عنها، بوقتها عصبت منه كتير ومن اللي حكى. بس أنا بوعدك يا عمتي، أنا رح أتلاعب بمشاعر حيدر لدرجة إني رح خليه يكرهها لدعاء وما يتمنى يشوفها. وبعدها
أنا بأكد لك إنه أنا وحبيبي حيدر رح نتزوج. حطت روهان وسيلة بلعبتها لحتى تسرق حيدر من دعاء. بس أنا من أول يوم شكيت بهي البنت، كتير مخادعة. شو هالصوت؟ في حدا برا؟ صح؟ في حدا عم يتنصت علينا غزل؟ يا الله، يلا روحي. الحمد لله هالمرة نشكر الله أنه نفدنا، عن جد خفت كتير. طلعي هي واقعة من بيت الحماية لموبايل حدا، شكك بمحله، أكيد كان حدا ورا الباب عم يتنصت علينا. ايه صح حكيك، اذا حكيك صح معناها يا الله. الختيارة شكلها ما رح تتركني بحالي، أنا واثقة أنه هديك الختيارة كانت عم تتنصت علينا. شو يلي رح يصير فينا؟ طيب بلكي هي سجلت محادثتنا، وقت أكيد رح تخبر كل يلي بالبيت. لازم نتصرف، روحي.